التضامنية مع أطفال غزة الأبية ومع الشعب الفلسطيني العظيم ضد الحرب الهمجية البربرية الصهيونية. ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للقدس، مبادرة المغربية للدعم والنصرة تحت شعار إفطار بطعم الشهادة والانتصار، دعما ونصرة للحق، دعما ونصرة للأبرياء، دعما ونصرة لأطفال غزة. الله ينصرهم، الله يجعلهم دائما فوق راسنا ويحيدوا منهم ديك الحرب اللي كاينه، وما يبقاوش يحيدوا منهم اسرائيل وبزاف ديال الحوايج. عن مواجهه المقاومه عندما عجز بجبنه وسقوطه الاخلاقي، عن مواجهه المجاهدين الصامدين في الثغور. العدو الصهيوني يقول أن لديه بنك أهداف في غزة، فإذا بنا نكتشف ودون أن نفاجأ لأننا نعرف طبيعة العدو، نكتشف أن بنكه الأساسي هم الأطفال، بنك العدو هم أطفال غزة. ننظمها تحت شعار إفطار بطعم الانتصار، فكما تشاهدون مجموعة من الأطفال الذين ينتمون إلى مختلف فروع جمعيتنا العزيزة ببلدنا الحبيب حاضرون معنا ليشاركوا أطفال غزة معاناتهم، وإن شاء الله سيكون لنا موعد مع إفطار بطعم الشهادة والانتصار. شباب كيف صغيرين؟